علي فهم الكلمة ليك. أهلا وسهلا، مرحبا علي فهم أحلى غديو تمام الساعة 14 دقيقة. اليوم نحكي على تغيرات المناخية وتأثيرها على المواطنين، تأثيرها على التوينسا، تأثيرهم على حياتهم وحقوقهم الاجتماعية. فأطلبونا على 31 380 ألف باش تتفاعلوا معنا. نعرفوا أنه الدرجات المرتفعة للحرارة تنجم تأثر على حياتنا من كل الجوانب. لو كان تذكروا معايا اللي صار سيف عام نيول في فترة ذروة ارتفاع درجات الحرارة، وقت المواطنين قاعدين يقولوا راهو يظهر لي فما اشكال في الكليماتيزون تاعنا، راهم ما يمشيوش، راهو فما مشكله كلكو باغ فسروا لنا. وقت ظهر وانه درجات الحراره هي السبب، واللي تتسبب زاد احيانا في انقطاع التيار الكهربائي. باش تزيدوا تفهموا الوضعيه وقت اللي نمشيو لمعتمديه سبيتلا، وين يتشكاو المتسكنين من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي واللي تسبب في تعطل بعض التجهيزات المنزليه لبعض السكان. اكثر تفاصيل مع مراسلنا في القصرين عنتر سمعلي. اهلا وسهلا، مرحبا علي فهم، مرحبا بيك. مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعينا. اكيد يعيشك، شكرا ليك، مرحبا بيك عنتر، مرحبا بمستمعينا في سبيتلا. من خلالك انت كنت تعطينا فكره على تغيرات المناخيه حاليا في سبيتلا، الوضع في سبيتلا وبطبيعه الحال تاثير هذا على الانقطاع المتكرر للضوء. بالضبط، يعني بالنسبة للوضع المناخي بالنسبة لولاية القصرين تقريبا درجات الحرارة كبيرة برشا، يعني سخانة شهيلي، هذا ما أثر ربما على التيار الكهربائي وعلى المواطنين اللي يتشكوا من الانقطاع المتكرر للضوء والتيار الكهربائي في مدينة سبيتلا خاصة. وهذا ما صرح به يعني واحد من ناشطين المجتمع المدني أشرف المحفوظي، اللي أعطانا توصيف بالضبط للوضعية إنه الانقطاع هذا يوصل حتى قال 50 مرة في يعني القصان الضوء. حكى على زاد على إنه القصان هذاك المفاجئ للضوء أثر معناه عطل بعض التجهيزات المنزلية لبعض المواطنين وبعض التجار، معناها خلى الضوء ضعيف يعني حتى في اوقات السخانه، يعني الكليماتيزير والفريجيدرات ما يخدموش بالقدا. دونك هذه الوضعيه اللي متكرره في سبيتلا وفي بعض الاماكن الاخرى معناها. اتصلنا بمعتمد سبيتلا سي حاتم الرياحي اللي وضح لنا يعني حتى تقنيا هو خذ الاجابه زاد ما عند المسؤولين تاع ستيغ في سبيتلا، يعني فسر لنا ان الانقطاع المتكرر ماهوش انقطاع متكرر، ما يسموش انقطاع متكرر تقنيا، وانما يسموها الرعشة الكهربائية. هذه تجي في ثانية ولا أجزاء من الثانية، معناها يحسوا بها المواطنين. الرعشة هذيك قال أسبابها هو الارتفاع درجة الحرارة والاستخدام المكثف ربما للثلاجات والمكيفات الهوائية للكليماتيزير في أوقات الذروة. في نفس الوقت معناها ثم ناس عندها آبار عميقة تستعمل في معناها في الضوء التلفازي ولا في بكثافة زادة كيف معناها، يعني هذا يأثر على الضوء وتصير هك الرعشة هذيك وتصير الكوبير القصة هذيك ويضعف الضوء، معناها يولي العباد تشك حتى الكليماتيزير ما يخدموش. في جانب آخر زاد قال ثم اللي هو انقطاع مبرمج، معناها الانقطاع المبرمج اللي هو معناها في حالة وجود صيانة وإلا معناها عطل ولا حاجة، وقتها ستيغ ولا المصالح السلطة الجهوية ولا المحلية بتبيع يعلموا الناس من خلال الإعلام ولا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي يعني باش يقيم باش يتم قطع الكهرباء باش يصلحوا هما كان ثم أعطاب. ووضح زاد انه ثم المواطنين اللي يتشكوا من انه تلاف معناها بعض المعدات المنزليه نتاعهم، التجهيزات المنزليه ولا حاجه، غير ثم الاجراءات القانونيه ينجموا يتبعوها بطبيعه انهم يعملوا شكايه لستيغ اللي تخرج تعمل معاينه، واذا اثبت لانه التجهيزات هذيك التعطل نتاعها ولا فزت بسبب الانقطاع المتكرر ولا الرعشه الكهربائيه هذه، ينجم ياخذوا حقوقهم معناها من تعويضات بالتعويضات والانسيرونس نتاع ستيغ. عندك فكره على عدد المتضررين؟ لانه يظهر لي فما برشا سكان متضررين ما دام وصلنا للدرجه الكبيره من التشكيات. بالضبط من العدد الحقيقه ما عنديش عدد بالضبط، لكن هو انا نشوفه في المواقع التواصل الاجتماعي معناها قاعدين ثم تشكيات في الجانب هذا يكتبوا المواطنين معناها من في الوضعيه هذه. دونك ما عنديش الاحصائيه الصحيحه بالضبط، لكن معتمد سبيتلا زاد معناها صرح انه تم حل ان شاء الله في غره جويليا
يعني في غرفة شبيلي من بين الحلول هو محطة تحويل الضغط العالي والمتوسط، هي محطة جديدة في عين أم العظام أو في أم العظام سامحني في أم العظام من سبالة مع تثبيت سبالة بولاية سيدي بوزيد. المحطة هذه اللي باش تنتفع بها معنا سيدي بوزيد الغربية بعد مع تمديدات أخرى كما جلمة كما سبالة كما سبيتلة اللي باش تعاون واللي باش تحاول تحل المشكل هذه نتاع الانقطاعات المتكررة ولا اللي يسموهم الرعشة الكهربائية هذه. وإن شاء الله إن شاء الله يتحل الإشكال إن شاء الله يتحل الإشكال حسب كلامه بالطبيعة معناها قال في غرة جبيل إن شاء الله تتحل المشكلة هذه اللي حقيقي يتشكوا منها برشا. وقال الرعشة تاع الكهرباء يحسوا فيها في سبيطلة يحسوا حتى بقى جزء من المتسكنين في ولاية القصرين المدينة ولا في منطقة بوزقال وقيمة معتمدية العيون زادة كيف كيف. الإشكال هذية في الفترة الأخرى في النص الثاني من شهر جوان وقتاش بديت حكاية الرعشة الكهربائية اللي قاعدة تقلق في سكان في سبيطلة؟ هو في الحقيقة حسب الكلام تاع المواطنين هي موجودة لكن كثرت أكثر في الفترة هذه أوقات الذروة مع ارتفاع درجة الحرارة أكثر ارتفاع درجة الحرارة أكثر استعمال الكليماتيزير أكثر مع زادة الفلاحة ربما اللي يستخدموا في الأبار معناها ثم أبار معناها قانونية وثم الغير قانونية معناها دونك لأنه يكثر الاستهلاك برشا هذا يأثر على معناها على مردودية التيار الكهربائي وساعات القطاعات المتكررة تتوجد وقتها. شكرا لك يعطيك صحة مرسلنا في القصرين عنتر سمعلي مشكور. بسبب ارتفاع درجة الحرارة كثر الاستهلاك مما أدى إلى الانقطاع المتكرر واللي وضحوها أكثر ستاج يقولوا هو رعشة كهربائية هذا في سبيتلة بسبب ارتفاع درجة الحرارة وذروة الاستهلاك والاستعمال. احنا مزلنا معاكم في الكلمة ليك حتى لساعتين نطلبونا على 31 380 ألف باش تعطيونا رأيكم باش تكون بقية الميشن ليكم انتم للمستمعين. نتحدث اليوم على تأثير التغييرات المناخية على حياة المواطنين على حقوقهم الاجتماعية وين ما كنتم موجودين نطلبونا على 31 380 ألف. رجعين معكم بعد شوية 26 دقيقة. مرحبا بكل مستمعينا على 31 380 ألف. اليوم نحكيه على تأثير التغييرات المناخية على حياة تونسية على حقوقها الاجتماعية وطلبونا على 31 380 ألف. مش دايدة معنا إيهاب، أهلا وسهلا، مرحبا على إيهاب. مرحبا بك إيهاب، مرحبا بمستمعينا الكل في الجديدة، تحية كبيرة ليكم. خليني نسمعك، خليني ناخذ فكرة على الوضع في الجديدة، خليني ناخذ فكرة زيادة على تخوفات المواطنين. ونصور أنت باش تحكي باسم أهالي الجديدة الكل ولا لا إيهاب؟ هاي طبيعة. بون أنا بالنسبة لي أنا عندي مكان أنا عارفها للبيع، المكان هذي تولد في منام الهواء. تخدم يعني بالطاقة الشمسية وتخدم تولد الماء من الهواء ومن الرطوبة. تخدم 380. اي هو هذا في إطار مشروع خاص لك أنت ولا شنو حكاية الماكينة هذي؟ والله الماكينة هذي فهمتي بروجي نتاعها راكد عنده 7 سنين. اي هكا جاء وقته توا راني عرفته للبيع. بالنسبة للتغيرات المناخية من الواحد من الضغط على الكراب والكماين والاحتباس الحراري والوسخ وغيره. والحروبات بالطبيعة كما فسرت لنا دكتورة قبيلة شوية رضا قفراج الخبيرة والمستشارة في الموارد والسياسات المائية. الماء قاعد يقص في سبيتلة، احتياجات المواطنين سمحني في جديدة، احتياجات المواطنين متوفرة بالطبيعة عليها. أنا دول فنتي ساعات نضرب الجمعة الماء ما ثماش بالدار. هذه تحكي على الفترة هذه في فترة جوان مع ارتفاع درجة الحرارة اللي مات الأخرى ولا على يعني خاطر نحن مو جايين في ساعتها خاطر فهمت كيف دوما طلعت يوصلوا لهم الماء. هاي وقت اللي هما يسيبوا كساعتين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا اللي هو فهمتي باش يوصل الماء لينا نحن وقت هما فهمتي يجي الماء الحي له ثاني يوم قبل خاطر احنا جايين في سعدة فهمتني شوف ناخذوا معاهم فهمتي على الأقسام نشوف ليه. يعني نجم أحيانا جيرانكم اللي بجنبكم يكون عندهم الماء وأنتم لا؟ الجيران اللي من بعد اللي تحت مني أنا يعني في الهبطة بزوز كيلومتر كلاش يوصلوا هما الماء خاطر احنا جايين في سعدة. هذاك علاش. واضح يا سيدي. سمعتنا نتحدث قبيله شوي هيب على ترشيد الاستهلاك في جديده ونعرف انه فما زيد الفليحه في الجديده بلاد الجناري. اي الجناري تسحق برشا ماء ولا بالطبيعه ما تسميش اي حاجه ما تسميش اي حاجه فانت ما تسحقش الماء. ما فما اللي يستحق برشا وفما اللي يستحق شويه ماء. صحيح انا مانيش عالم انا في الفلاحه عملي. عندكش فكره هكا في جديده كيفاش يسقيو قد يستهلكوا ماء المواطنين في السقي المحصول نتاعهم؟
اللي عنده سونتاج واللي راضين عليه واللي ما عندوش صاي عنده وضع يتفرج فيه شوفها كانت تراب شيء. يعني فعلا معني كل مرة بالأمثلة متاعكم أنتم بشهادتكم الحية هالتغيرات المناخية اللي قاعدة تعيش فيها بلادنا والجفاف اللي نحن مهدين به من نجم كان يأثر لنا سلبا على حياتنا. معني كما تقولي فما الناس اللي عندها أبار اللي ما عندوش يقعد هكاك يتفرج في الأرض متاعه ولا نجم يستثمر فيها ولا نجم يزرع على شيء. احنا يعني قلت لك طبعا احنا تو في عام 2024 قاعدين نحكي في الموضوع هذا فهمتي 2027 وما ثم شيء. اللهم كونش ربي ما يرحم ان شاء الله ربي يرحمنا ان شاء الله يا ربي خاطر فهمتي العام يجي تحسوا يوصي خوه ان شاء الله العام جاي يكون خير ان شاء الله يا ربي. إذا اللي نتمنى يعطيك صحة يا إيهاب. هي فما بعض الحلول كما نسمع من الخبراء كما سمعتوا معنا زيدا في بداية حلقة اليوم أساسها هو ترشيد الاستهلاك. نحاول نستحفظ قد ما نقدر على الماء إلى أن تتوجد الحلول الأخرى كما تحليت مياه البحر ولا شنو تنجم تكون الحلول غيرها. وبطبيعة الحال هي الرحمة من عند ربي قبل كل شيء وأسلم من أي حاجة أخرى وأضمن زيدا فدعاويتكم ميسيلش. مازلنا في تونس معنا كمال. أهلا وسهلا مرحبا علي فهم. انا كلامك يعني مرحبا بك شنحوالك كمان بك يا غالي بربي يعني حبيت في يخص المياه المعلبه المياه المعدنيه اي اي اللي وقع عليها تعليق من طرف الاخت مقبله الدكتوره روضه قفراش اي السيده روضه قفراش فهمي مرحبا بك بها يعني لكن فما حالات فما حالات نتاع ناس مرضى مع حالات صحيه حرجه كما مرض الكلي وغيره نتصور هكا ينصحون بالمياه المعدنيه نصح من الاطباء كونه ضروري باش يستهلك المياه المعدنيه فهمت الكلام كيفاش اي معناها سيتو بالنسبه لحالات هذيك بون بالنسبه لي نحن مش مشكل نمشيو نكبوا على السبيل نقعدوا نشربوا من صباح الدين كو بروبليم ونسخنوا ولا كذا ما يبقى بالنسبه للحالات الحرجه دي نتاع ناس كبار مسنين كيما عندي في العائله فهمتني مرضى محكوم عليهم جميعا يا ربي فضلك عايش في كزمعين محكومه اليوم بالاستهلاك المياه المعدنيه فهمت بون هذا باب الباب الثاني حبيت نمشي له بربي فيما يخص الشح المائي هذايا والجفاف ان شاء الله ربي يخاطر خير امين اسمعني الحل على علمي انا على حسب عمري تجربتي اللي راه في الدنيا البيسين المسابح اللي موجوده في المنشات السياحيه ولا حتى المسابح البلديه هي علاش ما يقاش اتخاذ اجراء على مستواهم شو ينجموا يعملوا مثلا قال لي مقترح منك انت شنو تنجم تكون الحلول؟ لا البيسين تاع المنشات السياحيه هذيك تشوف تتحكر تولي تور دي رول معناها مش النزول الكل تعبي مش نقول لك علاش السائح والتوريست انا بيجي نعرفهم باتصال بيهم عندي حتى احبابي كي يجي يقول لك ما تعطيش كرسي ما توفرليش لوليكس هذاك عايش فيه معناها في قلبه يقصد يراني لوليكس عندي انا خير منك انت فهمت؟ بون يقول لك انا جاي على الطبيعه وجاي على الصحراء وعلى الريحه وعلى البحر فهمت الفزاع؟ اي البحر الساحل وحمامات وما تابع يكثرش من الكلام هذايا اي معناها احنا قدام ربي يقدر لنا الخير هالجفاف اللي تمشيو له شكون يعرف هالبلوات ان شاء الله خير فهمت كل شيء يعني الحل عندنا في البدايه الناس الكل تعرفوا اللي معناه ناخذ الحل على مستوى البيسين البيسين وقاعدين نتعباو من ابار هما نوع ولا كيفاش ولا ما متصور هذا الله خير اذا كانت تطلع من السبيه راحت الدنيا ان شاء الله خير انا نتفائل انا ديما نمشي في الدنيا الطيبه ديما نطمن روحي كان تقوم الابار يا ربي نطلب ربي ولا وانا من هو راهو كمان ينجموا يلقاو حلول افضل صحيه واحسن واسلم للمياه نتاعنا يوليو لي بيسين الكل مودمير من البحر هاكا يهزوا يحطوا ديريكتومون في البيسين مع الميليزمو لانه نوعية هذه من المياه في البيسين مطلوبه والصحيه اكثر واحسن للصغار والكبار ونحن خليو لنا الماء نتاعنا في السبيله وفي البير نتاعنا لان احنا ما تمسوناش منه سامحني الماء بيسين قصد من البحر انت معناها نقصد انه نجموا يعوضوا ماء البيسين بماء البحر كما موجود في البعض منهم اي لا تعتقدوا المنشات السياحيه اللي عندها دي بيسين هذوكم ما اسكو يستعملوا في ماء البحر ولا في البيسين نتاعهم تاع البعض البعض يا كمال البعض البعض هي اختيارات الكلام هذا الكلام وحاجه اخرى وهو ستان لوكس كي تلقى ودماغ نورمال ستان وقت اللي انت بيسين عندك في اوتيل والبحر جنبك البحر جنبك سواء في الساحل معناك في القنطاوي ولا في الميكار هنا او قريب في البونديو فهمتني كل شيء معناها اذا كان البحر جنبك ستان كوا باش تجي تحطوا بيسين وتو اذا كان تعملوا له ممارح ولا ماحلو فهمتني معناها حد يقول انا على رهنه المساله يجب تتعالج على مستوى المسابح المسابح بلدية الرياضة هذه ما عندناش احنا مخبى احنا متاع متألقين معناها في السباحة ولا لا البرة عندنا مشاركاتها من البرة معناها تكويناتها من البرة احنا في الزمان القديم كنا عندنا سلوى أبا مريم ميزوني علي الغربي الله يرحمه
فهمني سمير بوشلاغم. هذه النخبه اللي كانت عندنا المحليه اللي كانت ترن حتى في البيسين تاع المنزه مو هكا الكلام. إيه انه قبل ما تألقى توا معناها شو اسمه ايوب الحفناوي ولا الاخر اللي قبله في شو اسمه اللي نتاع الساقس هذاك والله الملولي اي هذوكم مبارياتهم مشاركتهم لبرا معناها تبارك الله يغوص معناها كي اكثر من حوته معناها يحب يقول تكوينهم لبرا هذوكم فهمتني. اما احنا لنا البيسين ولو حتى المسابح البلديه معناها يلزم يتخذ اجراء على مستواهم هما معناها يقلوا تولي تعديتهم ولا تعميرهم مش يوميا ولا حاجه يلقاو حلول باش ينقصوا من استهلاك هما بيدهم كيما المواطنين. على رايي انا هذا اللي تسير مسابح ما نعرفش اذا كان ربما فما حاجات اخرين ما نعرفش حاجه ايش فما في الدنيا انا اذا كان فما حاجات اخرين مثلا اللي تسير تسير قداش يعبي لك 3000 لتر على الاقل علاش يا اخي يوميا 3000 لتر يمشيوا حرم زقوم. اسمع راهو كمال حتى الحمام نجموا نحكيوا عليه راهو خاطر فما برشا جاسبياج نتاع ماء في الحمام. لا امش نقول لك لا اسمع اسمعني الحمام مو ما بير هذاك سيت اوتوماتيك. اي مو انا بعرف فما البعض منهم مرخص فما لي لي فما ذي حسب كلمه الخبيره راهو انا ما شفت حتى شيء من عندي. ابارامون الحمام الوحيد اللي يمشي يمكن ما سبال على علمي على حسب ما يحكى. ليه ما نسميوش خلينا هكا سيدي بوسعيد سيدي بوسعيد لا ما نعرفش الحقيقه ما عنديش المعطيات ما عنديش المعطيات هذايا ولكن انا التقشف في استعمال الماء مش حتى ترشيد الاستهلاك يلزمنا نتقشفوا معناها تقول انت بالنسبه ليك السباحه ماهيش ولو انها رياضه مهمه ولكن تقول ما عندناش نحن مباريات ودي كومبيتيشن في تونس وغيره فنقصوا نقصوا من الاستعمال القوا حلول نخفوا من الاستعمال بالنسبه ليك انت يا كمال بالنسبه ليك انت في استعمالاتك للماء كيفاش انا والله استعمالي كان نشرب ونغسل لك اهو بالله ما عندي ما نستعمل على ثانيه لا حكي يعني مرشد الاستهلاك بطبيعتك بهيش الله خير لا لا اسمع الماء حرام حتى الواحد باش يفرط في الماء حرام لان بعض ساعات ندخل بعض ساعات الدكان تجاري ولا حاجه فهمني نلقى معناها السبانه محلوله على الاخر مسيبه هكا بالعاني شكون عملها ما تعمد هذا خايف من ربي لا خايف من ضميره فهمني وهذيك ربي حاسبه عليها وهذيك ثروه معناها هذيك قال الرجل معناها من الطبيعه هذيك للبشر هذاك كما نسمع راه قلة إنسانية وكهو مبتعد فيها قلة وعي لازمنا نوعيوا روحنا ونوعيوا بعضنا يا كمال احنا خلينا في الكبير هاني قلت لك فهمني المشكلة مع المسابح راهي على أني إذا كان فما حاجات مثل المسابح ما نعرفش أنا مين نعرف عليه أنا البيسين بعيد عليه لا نستعمل ولا حتى شيء أنا عاطيني نغمط نعيش أنا باش فهمني إذا كان فما حاجات مماثلة يا خويا نطرقوا لها باش نتخشفوا خير مني لا قدر ما بيد الشر شكون يعرف البلوي تاع الدنيا وشنو ينجم يعرضنا في حياتنا اكثر من هكا. يعطيك الصحة يا كمال شكرا لك تحية كبيرة على مداخلتك ربي يعينكم يا باين يعطيك الصحة بارك الله فيك مرحبا بكم انتم اطلبونا على 31380 كيفاش تشوفوا تأثير التغييرات المناخية على حياة التونسي بصفة عامة حتى في استهلاكه لبعض المواد الغذائية والطبيعية اللي تجي من الطبيعة واللي تستحق ماء وكما قلنا هي حلقة كاملة مترابطة في بعضها معنا فاطمة من تونس اهلا وسهلا مرحبا عليا اهلا بيك ليش السلام عليكم ربي اهلا وسهلا يعيشك على البرنامج الحلو مرحبا بيك فاتومة خليني نسمع جيجي راهو الحاجة هذه بوتيتان عالمي ايه؟ انا راني فقدت البوتيتان ولا بوتيتا كيفاش قلت لي ما سمعتش ماني استنست بمداخلتك يا فاطمة مقسمة إلى محاور ده قداش من محور اليوم ولا قداش من نقطة اليوم ثلاثة ديما ثلاثة ربي يبارك لك يا زيدي ربي يفضلك بوتيتا قلت لك راهي حاجة عالمية دوزيامون الإنسان بطبيعته راهو يتأقلم رحلة الشتاء والصيف تصيف نقصوا من كذا نقصوا من كذا نزيدوا من كذا نحضروا ما قبل أصلا مثلا سكت الماء كذا من القدس نجري انا في خير جوان وجويل هذيك هكا محطوط على روحها هي وخياتها هذيك كي يجي الشهير تلقى الماء تاعك موجود وقت اللي فعلا عمناول يا فاطمه ذكرتني انت وانه المياه المعدنيه كان شدنا فيها نقص فترة من الفترات كانت مش موجودة كما يلزم وخفنا وبدينا نسمع في إشاعات من نوع راهو الماء ما عادش باش يكون متوفر وباش يتقطع وغيره صحيح اي دونك انا من قبل من الدنيا باردة نجيب اللي حاجتي لدويرتي فريجيمون الفريجيدير اللي فيه دي كومبارتيمون ثم حاجات كذا ماهيش مجبورة باش تخرج كل يوم ولا حتى كل جمعة معناتها إذا في حاجة الحاجة أخرى الأخرانية نختم بها ثم حاجة لاحظتها
في تونس ما فماش رقابه على الناس اللي يعملوا في الكري، ما نحبش نسمي وخيينا وجيراننا هما ونفس البارتي من شمال افريقيا. اما اختي راهو يخرجوا يخليه المكيف يشتغل عندهم هما يشتغل يعني عادي. هو عامل جمع جمعتين باش يقعد في تونس، قال له الملاك هم 500 دينار مثلا في نهارين ولا ثلاثه وكذا، يخرج اختي المكيف هاهم شيريني كان، وما نحكيش على توا راهي قديمه الحكايه، اذا انت المكيف يخرج ويخلي المكيف يمشي. مع السخانة مع الناس الكل اللي قاعدة تطلب في الطاقة الكهربائية في نفس الوقت مع ارتفاع درجة الحرارة، هذي اللي نجم راهو يخلينا في مشاكل من بعد. الكليماتيزون عاش يجي والذويقس هكا ماهمش توانسة، راهو قلت لك وخيانا وجيراننا. مرحبا بضيوف تونس الكل، ولكن نحن زيدنا ماذا بينا نردوا بينا هكا ولا فاطمة. هذه هي، وربي يفضلك وربي يبارك لك يعطيك الصحة خير ان شاء الله، صيف مبحبح وربي يرحمنا. السلام عليكم وانت زيدة وكل المستمعين. شكرا لك يا فاطمة، احنا مازلنا معاكم ومازلنا نسمعكم على 31380000. موضوعنا اليوم التغييرات المناخية، يتحدثوا على درجات حرارة الخبراء بالنسبة للسنة باش تكون مرتفعة جدا مقارنة بعام ناول. توقعنا وانه توا باش تكون 3-4 ايام دنيا سخونة ومن بعد تنخفض نوعا ما درجة الحرارة، ولكن اللي فهمنا من الخبراء ومن ضيفتنا قبل شوية الدكتورة روضة قفراش انه درجة الحرارة ماشية وترتفع اكثر ومش باش تنخفض حقيقة على المعادلات اللي شهدناهم الفترة هذه والايامات هذه، ولكن فرضية الارتفاع بدرجات هي الواردة. ربي صبر توينس الكل، احنا مزلنا معكم كما قلنا حتى لساعتين على 31380000. رجعين معكم بعد شوية مدي ساعة 45 دقيقة. مرحبا بكم على إيه في محلى راديو. اليوم نحكيو على تأثيرات ولا التغييرات المناخية وتأثيرها على المواطنين، على المواطنين الموجودين في مختلف الولايات وتأثير هذا على حقوقهم الاجتماعية. معنا عبر الهاتف درساف يعقوبي رئيس جمعية مساندة في حي هلال. أهلا وسهلا، مرحبا على إيه في. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. مرحبا بك، مرحبا بكم المستمعين في حي هلال. شكرا لك، سنين دايما كل عام وتحيا بخير. يعيشك ربي يخليك. اليوم نحب ناخذ معك فكره على الوضع، لانه خلينا نلخص لك اذا ما كنتش تسمع فينا. تحدثنا على بعض التغيرات المناخيه، ارتفاع درجه الحراره على امتداد العام وفي كل الفصول الصيف والشتاء والخريف والربيع، ارتفاع درجه الحراره ما نجموش نقولوا المبالغ فيه، ولكن اللي قاعد يتواصل واللي باش يزيد يرتفع اكثر من هكا الفترات الجايه اكثر من اللي قاعدين نعيشوا فيه حاليا، فرب يحفظنا الناس الكل. تاثير هذا بطبيعه الحال على العجله الاقتصاديه، تاثيره على انقطاع التيار الكهربائي وتأثيره زيادة على نقص المياه اللي بتبيعته، قاعدين نشهد في نقص كبير وانقطاع للمياه بسيفته هذيك بتبيعته، ولكن التخوفات قاعدة تزيد أكثر. نحب نعرف الوضع بالنسبة للمواطنين في حي هلال في علاقة بتوفر المياه، مياه السناد، الانقطاعات، كيفاش يعيشوا المواطنين، كيفاش يتصرفوا المواطنين خاصة مع الارتفاع لدرجة الحرارة. والله بالنسبة للحياة هذه باش تحكي حياة هذه ككل عام ولات ناس متخوفة خاطر ولات عادة. ما كناش قبل ما يقص علينا الحقيقة، مي توا ولات عادة، يعني في السيف يجيبوا السيف وطبق السخانة والكل، اللي ناس معناها تعيش حالة اجتماعية معناها مش كيما الأحياء الأخرى، مش ما نكذبوش. مش كيما الناس الاخرى اللي تمشي بفورات برشا واللي عندها رفاهيه واللي عندها الكليماتيزر. الماء الوحيد هو يعني المتنفس، يكمل يقص الماء مشينا بحرنا. يعني الناس في ديارها لا صيفت لا بحرت وزيد الماء مقصوص وبرشا ما فماش كليماتيزر في الديار، السخانه فيها على الاقل الماء باش الناس تفرهد. الأغلبية ما عندهمش ماء، معناها ما عندهمش كليماتيزر، بقى عندهم مرة 50 وساعات لا. وزيد يكمل يقص عليه الماء مشى. ما احنا الى حد الان باش للمصداقيه باش ما نكذبش، الى حد الان معناها مازال ما قصش علينا الماء، ان شاء الله ربي يحفظنا وما يقصوش علينا. واما الاعوام الاخرى الحقيقه العامين اللي فاتوا كانت كارثه، معناها ضربه ضربتين تقوم ما تلقاش الماء، تقوم ما تلقاش الماء، وهو معناها الماء راهو للحياه، إذا ما نلقاوش ماء نموتوا الناس الكل. وحاجة أخرى بربي والله يا ريا يسمعوا جماعة اللي أنا باش نتعدى من ريانا باش نحب نوصل لهم صوتهم. مرحبا. إي نهار العيد قال لك راهو الماء في ريانا مقصود. يعني قص عليهم الماء نهار العيد.
قص عليهم نهار العيد الماء معناها قعدوا تصور انت نهار العيد فمش ماء معناها وضع كارثي يولي باك الوسخ وباك العليل وبالدمايات وبالريح معناها يعني تصور اذا قص الماء من الصباح فاكيد الناس اللي باش كانت باش تضحي باش تذبح راهم بطلوا ولا شو فما اللي ذبحوا وحصلوا وفما اللي وقفوا ما ذبحوش قعدوا حتى يرجع الماء هذه اللي قالوا لي سمعت هذه أريانا وبالنسبة للحيلين نسمع فيك درساف نسمع فيك أي. بالنسبة للماء لا يجي معناها ولا في القصان ولا في الحكاية هذيا وياسر فاتورة غالية هذول مش شاطروني برشا ناس هذيا تسكر راهو فاتورة ولات غالية وبصفة غريبة ما عرفش علاش معناها ولات غالية بالكدا بالكدا يعني الاستهلاك زاد نتاع المواطنين ولا سوم الماء زاد والفاتورة توا تلقاه هو في دار وهذيك ديدة اللي هو عايش فيها من سنوات ونفس الاستهلاك ونفس الافراغ الموجودة شو منين جات الزيادة في الاستهلاك تصور زيادة في الاستهلاك زيادة في الفاتورة ماذا بينا مع الوضع الاجتماعي وهذايا والناس اللي معناها مازحة حواليش معناها في وضعية هشة ما مش عايشين في رفاهية كبيرة برشا وما تخدمش وماء وضو وياسر معناها وكري تولي حكاية كبيرة برشا يحاولوا يراجعوا روحهم يشوفوا الفاتورة على تجي الشطة هكا حتى كي تسألهم يقول لك ادفع وقت خالص خلص بالتقسيط وبعد انت فهمه درسات في حالات انقطاع الماء خاصة عمي والهو اللي كان اكثر في حي هلال ان شاء الله سنة كيفاش كانوا يتصرفوا المواطنين كيفاش يلقاو حلول باش ينجموا يوفروا الماء خاطر ما نصورش باش يمشيوا يشريوا المياه المعلبة باش يدوشوا بها ولا يستعملوها ولا حاجة اللي اي في حي هلال توا تو مش الناس كل زادة تنجم تشري الماء المعلب احنا الحاجة اللي عنا احنا عنا نهج مثلا نهج وحيد هي حي هلال 3000 واحد ناج واحد هو ينقسم الى قسمين اللي هما شيء يتبع الملاسين السجومي يعني الملاسين وشيء يتبع سيد البشير هذه من قالك المضحكين يعني انا داري هنا نحبش بك نطلع على جاري جاري يبدا عنده الماء ما عنديش ماء هو تبع سيد البشير وانت تبع الملاسين تلقى حسك بوبيلة من هنا تبع الملاسين من هوني تبع حيالي ما نسيش البلدية هاي قسمة عاد عاملين يعني شو يوجدوا يعملوا معناه كي قص الميت عبي من عند بعضكم نتصور جيرينا ساعات تقص على الكل عمناه ولا بيه وتعمناه ساعات يقص على الكل وهو كيحيره ويقص تنيه وقالي معناه يناجب وكا يمشيش الدرد مليحد والحقيقة معولين هما الأكثرية حتى ما عندهم شنو ماء يشنو كالماء اللي يجيبوه في الكاميونات اللي نبهوا منه العبيد الحقيقة أنا خاف منه نبهوا منه الناس معناه حتى أي أنا اللي رأى الحقيقة نقول بقى في الإيمان نقول ما رو ما يجيش رو هكا رو مين ما تعرفوش علي مين جاي تعرفش المصدر وكيف كيف طريقة النقل وزيدة في الشمس في المنعرش بلاستيك ولا شنو ينجم يكون المواد الفاضله لي انا واعلم نظيفه مش نظيفه مع بيقولي من واد من سبانه شو كان من سبانه ما يسالش نبهوا منه الناس فعلا درساف يعطيك صحه خالي ان شاء الله ان شاء الله ما تستخفش به راه ينجم يكون عنده خطوره على صحتك اي مخطر بلاقات شربوا فيه الصغيرات على اساس ما يشرى وخير من الصافي لا 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 هذاك مراقب وكذا مش شعر ولا مي مراقب كمان انا الرام تاع السباله خير منه السباله ولذا احنا بالنسبه لينا عملوا له تعملوا تعذبنا في القطاع الماء الحقيقه تعذبنا تقوم الساعه تلقاش ماء يا تلقاها الصباح تلقاش العشيه ما تلقاش العشيه ما تلقاش في الليل ساعات تضرب منهم مره انا معناها البريسيون تاع الماء مش نحكي التجربه شخصيه انا نسكن الفوق البريسيون تاع الماء ما عادش يعدي ما عادش طلع لي الماء الفوق قلت انا كنت اتفرجها في الافلام مش لازم نذكر البلدان اي ليه انا اذا نضحك راهو يدرس خاطر راني عشتها سيف عمليول مثلا جيرانك اللي تحتك عنده من الماء كل ما تعلى في الاتاج كل ما الماء ما عادش يوصل للنجم اي ما عادش كان في الشام ماهوش قوي بون احنا اللي نقولوا نطالبوا الحقيقه السنه باش تنظر لها الحومه ذي بعين الرحمه ما عادش كان القطاع في بلاصه هكا راقيه الى ندرا يقع يرجعوا بشفيطه ولا يقعد كيف نعنى
يعني تطلب المساواة انت برصاف بين كل الاحياء، المساواة بالعكس خلي الاحياء الشعبية في الفترة نتاع الصيف تكون عندها هي الأولوية كما قلت انت، لانه الناس هذوما يكونوا في حاجة اكثر للمياه تكون موجودة في ديارهم في اسباب ربي يزيدهم ربي يعطيهم الحقيقة مش ربي يعطي القوة والفرحة لكل التوانسة ونحبوا التوانسة الكل. مي شوية نظرة للحوم الشعبية سواء كان القطاع مثلا توا تلقى زادة حتى التنوير يبدا ساعات ناقص. ما بون نحكي شحال هذا الحقيقه باهي سافا تنوير موجود. تو نحكيو عليه الموضوع هذايا خلينا في الماء ومشكل الماء في السلمية هذايا. الماء انا فرحانه شوف ونقول لك حاجه سر هكا. الماء انا فرحانه اللي سماء زي ما قصرناش الماء ما نحبش نعمل معاهم الدوانة اللي قلتوها. لا لا هكا تو هو مش براتفير ولا شونتاج ولا بنتويت ولا حاجة نحبه. أما إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله فعلا درصاف ماذا بينا ما يقص على حتى الدار في كل الأحياء وكل المناطق وبالحق إيسونسيلمون الفئات الهشة اللي تنجم تكون تعبة أكثر من غيرها اللي نجم يكون ما عندهاش الحظوظ والإمكانيات باش نجم تشري الماء معلب وتستعمله في كل الاستعمالات. فما الناس الماء هذيك هو الشرب ويطيبوا بيه ويدوشوا بيعملوا بيه كل شيء، فظروف تكون أصعب برشا في الصيف وسخانة ومن غير ماء. ربي يكون في عون الناس جميعا يا درصاف، يعطيك صحة، شكرا لك على مدخلتك، سلمان على كل أهالي حي هلال، شكرا لك درصاف ليعقوبي رئيسة جمعية مساندة في حي هلال، شكرا لكم جميعا على الاستماع. اليوم خذينا فكرة على تغيرات المناخية سامحوني وشنو تنجم تأثر على حياة التونسي وعلى حقوقه الاجتماعية. وكنت معنا في البداية الدكتورة روضة قفراج خبيرة ومستشارة في الموارد والسياسات المائية والتأقلم مع التغيرات المناخية اللي كانت عطتنا صورة كاملة على الوضع وكيفاش التغيرات هذه تنجم تأثر على كل حياة المواطن من مكلته من شربه الماشية سوم العلوش زيدة هذا الكل مرتبط بالتغيرات المناخية. بالنسبة للماء نحكي ونعود ونكرر هذا على لسان الخبراء، ترشيد الاستهلاك أو التقشف قدر الإمكان باش نجم نستحفظوا على أنفسنا وعلى التوينسة في الصيف هذايا بدون انقطاع للمياه. شكرا لكم جميعا. فيزا العرفاوي في الإعداد من نصف الإخراج من إيهاب على إف إم تي في، كنت معكم جهان بن عبدالله. تشاو تشاو في الأمان.